رحت لأصور عند المصور ففتحت عيوني زيادة. فوقت اللي طالع لي ياهن تفاجأت، قلت له شو هذول يصور بيخوفوا، ما بدي ياهن. قال هذول انت هيك، انت هذول صورك. فوعدت نفسي من أنا من عمري 7 سنوات، قلت والله بدي صير مصور. يعني أنا ضليت زعلان لحتى الآن متأثر على هالصورة. طبعا صرت صور المدارس تعجبهم الصور، بعدين صرت صور حارم وقراها، صرت صور سلقين وقراها. أنا صور الصف الأول بدهم للبطاقة، وصف التاسع لشهادة التاسع، وصف البكالوريا لشهادة البكالوريا، وصور بقية الطلاب للذكرى. يعني صورت بالألاف. طبعا هذه الكاميرا زينيت، صار لعندي أكثر من 35 سنة. حويت من هدول 7-8 كاميرات طبعا للأجار. وهالحكي راحت ل من 15 سنة أو أكثر، اشتريت هذه الكاميرا كانون. طبعا ارتحت كثير عن السابق. لقيت مهنة حلوة وشريفة، ومعاملتي مع المعلمين مع المثقفين ناس بتفهم، والطلاب محترمين. بشكر الله سبحانه وتعالى اني عرفني على الناس الكويسين المثقفين، هيدي نعمة من الله.